هنبدا دلوقتي نعمل سكند تايب اوف سبيشال بانديج اللي هو الاير باندج الاي باندج. الاي باندج برضه نفس النظام سيمبلي بنستخدم سبيشال باند وبنحطها على الافكتد اي كده وبنجيب جوز لاير ونبدا نعمل لها رابنج على الباند دي جاست ان انا بعمل لها فيكسيشن. فيكسيشن ازاي؟ مره من ورا الاير كده ومره من قدام الاير كده. لو هعمل انفولفمنت معايا للتو ايز او البوست ايز افكتد هجيب برضه سبيشال باند تانيه ونحطها على العين التانيه ونعمل رابين. مرة من ورا behind the ear مرة من front of the ear يعني behind the ear of the lateral side أو the other side and the front of the ear of the ear other side. جاوب السنة زوم هنجيبها هنقص ونثبت البارت ده by using adhesive tape. وده يبقى الاي باندج.